السلام عليكم ومرحبا بكم معنا. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم بإذن الله طلبوني البنات بزاف على طاجين المعدنوسية. طاجين المعدنوسية اللي هو طبق تقليدي يعني قديم بالبزاف. نروحوا مع المقادير نتاع هذا الطاجين تاع المعدنوسية. هنايا شوفوا انني درت لي كاركاس تاع الدجاج. انا ما نسحق لا اللحم لا الدجاج في المرقه. المهم نسحق المرقه نتاع هذا الطاجين. المرقه هي الصح. دونك عندكم طرف اللحم مرموه لداخل، عندكم من كاركاس ولا جناح ولا واش كان، المهم المرقه نسحقوها باش نخدموا بها. قلت لكم انا درت غير كاركاس. عندي بصيله هذه درت بزياده باسكو راح ندير في اللحم كفت شويه تاع السمن، زيت، قرفه وفلفل ابيض. هذه هي نبدا وندوزنو. بسم الله، شويه تاع الزيت، شويه تاع السمن، هكذا فلفل ابيض ولا اكحل واش عندكم، هكذا والزيت. انا كشتوني الفلفل ما كثرش بزاف باسكو نخاف على الكولون، نخاف ما نحبش ندير بزاف الفلفل. ودوكا ندير شويه تاع القرفه هاك فوالا. ندير بيان سور ديروا شويه بزياده، علاش؟ باش تجيكم المرقه خاطره وتجيكم شابه. دوك نردها والملح بيان سور ما ننساش. فوالا نردها فوق النار يعني باش ندوب هذاك المفصل هذاك. دوكا نروحو نطيبو الحيمه تاعنا. حاجه الاولى نبداو بها هي البصل. شوفوا ديروا كميه يعني مليحه تاع البصل، هكذا شويه تاع السمن، هذا شويه تاع زيت، شويه تاع القرفه كيما دوزنت المرقه ندوزن اللحم تاعي، هكذا وشويه تاع فلفل ابيض بيان سور ما ننساش الملح. فوالا نديرو البصل قبل يتقلى لنا بيان باش نديرو اللحم كفت تاعنا. شوفوا البصل هنا راه يدبالت كامل. دوكا اش ندير؟ هاي اللحم كفت تاعي. شوفوا انا اللحم دائما نقول لكم نحلو بشويه تاع الماء، علاه كي تحلوه بالماء ما يجيكمش لي غومو فيه. ها كاع جوزوا بالماء وما تخموش، هذا الماء قاعد تشربوا المقله غير كونوا مهنيين. فوالا حلوه مليح بمويها ويجيكم رطب ومعطر. فوالا انا هذه هي الطريقه تاعي اللي نحل اللحم بها. دوكا ها شوفوا تحل بيا. دوكا نديروه في المقله نتاع البصل. فوالا ونديرو ديريكتومون فوق النار. هنا من بعد ما دبل الدجاج مليح دوكا نمرق. بسم الله، شوفو نسحق زوج غرار هكداك ما نمرقش بزاف. فوالا با بلوس عسنا ونزيد شويه وخلاص. قيس ما انا مش نحوس على الدجاج، انا نحوس على المرقه. قيس اوموا زوج غرارف تاع المرقه باش نديرهم في اللحم كفت. هنا اللحم راكو تشوفو فيه. فوالا شوفوا محلول كامل، راني نخليه نغطيه ونخليه يطيب تاني في غرضو. فوالا اللحم تاعي طاب نطفي عليه ونزيد المرقه تاعي راهي طابت نطفي عليها. فوالا دركا نوجدو العقده كامل نتاع المعدنوسيه. دركا نبداو في العقده تاعنا. هنايا شوفوا راني درت كميه يعني كما يقولوا معتبره تاع المعدنوس، اسمها المعدنوسيه. ديروا ربطه كبيره ولا زوج ربيطات يكون موين. هكذا ندير اللحم كفت هذاك فوالا كامل. نخلطو كامل هنا مع بعضا. دوكا نبدا نكسر ولاد الدجاج بالحبه. بسم الله، هذه الاولى ندير اربعه نخلط مليح.
كبيره اربعه. هنا نبدا نخلط مليح، ندخل كامل هذاك البيض في هذيك لاباس، نزيد هذه الخمسه، درت اربعه من قبل ودرك هذه الخمسه. دوك واش ندير؟ شوفوا ندير شويه تاع الجبن. نعم، بعد ما دخلنا الجبن شوفوا ندير شويه تاع لا ليزور باش يجيني شويه خفيف. هذا ما كان فوالا مغير في هكداك تاع القهوه تاع لا ليزور زمان ما يديرولوش، باش نقول لكم مي هكدا. وحتى الفرماج ما عندكمش هذا اللي باش صديق شيدا ولا الكوده ولا باش تريحيوه، واش ديروا هذاك الجبن الابيض ولا المثلثه ديروا شويه برك، ما هو ما يطلبش بزاف كيما نقولوا هاد الطاجين معدنوسيه ما طلبش، تقدري كاع ما ديريش. واش نحنا على البنه، اللحم ما عاد بنين كي بكري، الدجاج ما عاد بنين كي بكري، صافي شويه نعاودوا شويه نزيدوا حويجه زياده باش تجينا حاجه بنينه. فوالا اللي ما عندوش فرماج غابي يدير الفرماج تاع المثلثات، مي واش هو الغابي يجي خير. هنا واش ندير؟ هذيك لاصوص اللي طيبتها ندير بسم الله غراف، ندير زوج. شوفوا هذيك لاصوص اللي تقعد لكم، تقدروا مادام فيها دوك العنيق قات ولا طريف تاع اللحم اللي درته ولا طريف تاع الدجاج واش كان، تقدروا تزيدوا له شويه تاع الفيرميسال وتعقدوه بمعدنوس وبالحبيبات تاع الصفر تاع البيض، تجيكم شريبه بيضه تجيكم هايله حاجه ما تروح. دونك دير صديق ديروا الطاجين وديروا الشريبه، هذه هي قلنا هذيك المرقه اللي تقعد، تقدروا تزيدوا لها نزيد شويه تاع المرقه حبوا تجيني شويه خفيف. فوالا هكذايا راكم تشوفوا، شوفوا زمان هدايا كاش يطيبوه بكري ما كاش كاين الفوق، الطواجن كاع لي يتجمروا من الفوق كامل كي يكونوا يطيبوا في النفخ، النفخه ويطيب ينحوا الجمرات يديروا غطيوه تاع الحديد ولا تاع النحاس بكري ويديروا الجمر فوق هذيك الغطيوه، بهذيك السخانه تاع الجمر يتحمر الطاجين يتحمر تخي بيان. صح بكري ما كانوش لي فوق، دونك يحمروا بالخطيوه تاع النحاس ولا الخطيوه تاع الحديد، يديروا فوقها جمرات حموره سخونين يجمروا بها ويحمروا بها الطاجين تاعهم. دوكا نجبد لو بلا اللي يروح لي الفوق، المول تاعي راني درت له شويه تاع الزبده ونفرغ الخليط نتاعي كامل. هاكو شتون يعني زدتو زوج مغار قريب زوج ونص درت تاع المرقة باش ما يجيش يابس ما يجينيش ناشف. فوالا دوكا نديرو في الفوق يتحمر. حنا المعدنوسية تاعنا راهي واجدة، أنا جيت صدمت ديريكت خاطش هدا وين جيت الريحة راهي تشهي ما شاء الله. يعطيك الصحة ماما. الله يسلمك، هذه هي طاجين معدنوسية، طاجين تقليدي جزائري. كما شتوني جات خفيفه باسكو درت لها زوج قريب ثلاث مغارف تاع الغرارف تاع المرقه، فوالا كي درت لها المرقه شوفوا جات طريه بيان. طيب حنا في الدار يحبوا لي غراتان مشمخين. هذه هي نقول لكم ان شاء الله نتمنى هالوصفه تكون عجبتهم امينه. واش نقول لهم؟ سلكناهم الحصله تاع رمضان خرج ديجا بداو يحصلوا الناس اليوم رانا 8 ان شاء الله ان شاء الله يجربوها وينجحوا فيها ونلتقي في وصفات اخرى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.